متابعين صباح اليوم، بحييكم من جديد وين ما كنتوا عم تتابعونا، بلبنان وخارج لبنان. الشق النفسي والعاطفي كمان له محل كتير كبير كل تنين بصباح اليوم. معي بهاللحظات دكتور رائد محسن لنحكي عن موضوع كمان مهم كتير اليوم، هو العلاقة العاطفية مع من نشأ مع أب مدمن على الكحول أو أم مدمنة على الكحول، يعني مش بس الرجل. كيف تداعيات هذا الأمر على الأولاد؟ خلينا نشوف. صباح الخير دكتور رائد. صباح الخير لك ولكل عم يشاهدونا. اهلا وسهلا. بالضبط مثل ما حضرتك ذكرتي، يعني اوقات بيكون الاب او بتكون الام مدمنة على الكحول. هلا طبعا ممكن يكون في ادمان على اشياء اخرى، لكن احنا عم نحكي عن الادمان على الكحول. نعم. العلاقه العاطفيه مع حدا نتيجه هل الجو هيدا بالبيت المنزلي. قصدك يعني لما الولد يكون عنده علاقه عاطفيه، صح؟ اي يعني انه حدا هلا عنده علاقه عاطفيه مع شخص اهله، حدا من اهله مدمن على الكحول. نعم. هو ممكن يكون عامل ردة فعل على الجو اللي كان يعيش فيه، وواضحة بالنسبة له المسائل اللي تنقصه من جراء وجود هيك أب. نعم. من ناحية الرعاية وما شابه يعني، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي إنه هو يعرف أو تعرف صبية أو الشاب. يعني هوني خلينا نعمم، ملا بضل نقول هو أو هي. نعم نعم أكيد عم نحكي عن الطرفين، نحن ما منميز. صحيح، إنه الأب أو الأم أو الصبية والشاب نتاج هالإنفايرمنت هالبيئة هي. أوكي. فهالجو فما بيكفي إنه أنا أكون عارف إنه بيي كان مدمن على الكحول، ولذلك في نقص بمناحي عديدة بحياتي. خلينا نقول بس قبل دكتور، بس أنا ما كتير قدرت أربط بعد ما قلت لي الموضوع، شو اللي ناقص بده يحسه الولد اذا حدا من اهله مدمنين؟ فينا نبلش من هون بس لنفهم. هلا ممكن يحس ممكن ما يحس، عبول انا ابتدات عبول نسلم جدلا انه هو عارف بالنقص. ما معناتها انه اذا عارف بالنقص هلا بنحكي عنه ممكن يكون يعوضه باشياء. نعم. بس لانه انا مدرك انه ناقصني اشياء عاطفيا و من باب الرعايه، من باب العلاقه مع الاب وابنه، الام وبنتها. يعني اكيد في تاثير على الولد بهذا الموضوع، ما في طبعا بنسب متفاوته. نعم. بخلينا نرجع لسؤالك انه طب مثل شو ممكن يكون ناقصه، يعني أيه. لما نحكي لما صوره العلاقات العاطفيه لما يكون في حدا مدمن من الاهل، معناتها انه العلاقه الصوره اللي اخذها انا علاقه عاطفيه بين الزوجين. نعم. او الشريكين، ما هي الصوره الطبيعيه عاده؟ ايه هلا هو ما في شيء طبيعي لانه كل اثنين في مشاكل كتير حتى لو ما كان في ادمان على الكحول، لكن خلينا نقول بالحد الادنى انه الحد الادنى من العلاقه الطبيعيه اللي هي انه بصير فيها نزاع وبصير فيها حلول بين كل زوجين. لما يكون عم بيشهد هالشيء هيدا المشاهدي تناخذ الكلمه اللي ذكرتها نزاعات الكونفليكت بين الاهل، يمكن اذا الاب مدمن على الكحول الام دائما تسكت وتمرق اشياء، يمكن تبطل تحكي معه وتأيد عليه لما يكون شربان، أو بالعكس يزيد من غضبه على الأب. بقى هون معناتها بكل الأحوال لما يكون في خلاف بين الأهل هو ما بيتعلم، والأطفال والمراهقين لكن خاصة من سن الطفولة نتعلم الكونفليكت مانجمنت، إدارة النزاع وحل النزاعات من أهلنا. أول تايم نشوفهم عم يختلفوا مع بعضهم من أهلنا، ونعرف إنه ما آخر الدنيا بيرجعوا بتصالحوا وبيرجعوا بيحكوا بعضهم مع بعضهم إذا كان تحت السيطرة هيدا النزاع. فهون ما عم بشوف نموذج عن حل النزاعات، مما وما يجلب الإدمان والشرب بحالة السكر من انسلتس، من إهانات للزوجة أو للزوج. فإذا كمان إنه بحالة نزاع عادة بصير في دغري إهانات، بده يكون كتير الحالة متطورة بين اثنين الزوجين بصير في إهانات بيناتهم إذا ما في شرب كحول، لكن مع الكحول دغري الواحد بيطلع عن طوره وما بقعد في مجال للتحدث بمسائل عائلية، لأنه بيعرف الشخص الزوج انه أنا بحكي مع زوجتي بالوقت الفلاني بمسائل حساسة. طب إذا زوجتي تبلش تشرب الساعة 11 صباحا، معناتها أنا أمتى معقول أحكي معها بالمسائل؟ وعلى الأب المدمن والأم المدمنة الشريك دائما بيقول انه إذا ما حكيت معه المواضيع الساعة 10 الصبح أو الساعة 9 معناتها ما بقى في أحكي معه فيها. وإذا كان شربان قبل بالليل لأنه بضل يشرب لساعة متأخرة، معناتها تجلس الصبح ويصير عنده شوية إدراك يمكن تطلع له شيء 30 دقيقة أو ساعة ممكن إنه يحكي بطريقة سليمة. فإذا حتى
ننسى النزاعات، حتى التحدث بالأمور الطبيعية. هالطفل الطفل والمراهق عم بيكبر ما عم بيشوف كيف اثنين بيتعاطوا مع بعضهم فيها. طب أنا كيف بدي يكون هلأ بشراكة ديتينج بس تواعد ما بحكي زواج مع صبية وقدر سلك بهالأمور هيدي اللي ما تعلمتها الواحد تعلمها من أهله؟ فهيدي لما نقول أنه النقص سيدي وحدة. المسألة الثانية هي الايسوليشن، الانعزال. الانعزال لأنه يجلب معه لما أربى ببيئة فيها هالقد إدمان والكحول، معناتها بيجلب معه لو سلف استيم، اعتداد متدني بالنفس. ودائما بنحكي عن ثقة بالنفس المتدني، شو بتجر معه. بقى هون لما نحكي عن ليه أنا منعزل اجتماعيا، لأنه ثقة بالنفس متدني، لأنه ما كان في أهل وراي أنه يوجهوا لي إطراءات وتوجيهات غير الإطراءات. معناتها أنه ليه غيري بده يكون الشباب والصبايا من عمري، يعني كان عمري 8 سنين أو عمري 16 سنة، ليه بده يكونوا مهتمين فيه اجتماعيا كي أكون صديقا لهم أو لهن، وأنا ما عندي شيء توفر ذم أنه أقدم لهم إياه بالعلاقة. بقى بحس حاله دون دون الآخرين، بحس حاله أقل من الآخرين. أي أقل من الآخرين، دون الآخرين، أقل من الآخرين. هلا طبعا بذكر أنا أنه هودي العبولون مضروري كلهم يكونوا موجودين هالمواصفات بشخص ربي ببيئة فيها حدا مدمن على الكحول. لا، في ناس كتير عملوا انجازات واشتغلوا على حالهم لحتى يطلعوا من القصص هيدي، لكن بضلوا يمكن يعينوا من ناحية من النواحي. مثلا التعاطي مع الأخطاء، مسألة الأخطاء كلنا مخطئ وكلنا. طيب هل الأمر طبيعي أو تكبر على حالي كتير إذا أنا أخطأت؟ لا، إذا أنا ربيان ببيئة فيها من الكحول يمكن أخطئ وما أعرف لأن ما كان في حدا يوجهني، لكن إذا عرفت ما بعرف أتعاطى مع الخطأ لأن ما كان في حدا يصوبني. حدا بيقول، حدا عم بيشاهد بيقول طيب ما أنت عم تحكي عن أحدهما مدمن، الأب أو الأم. طب وين دور التاني؟ ما الدور التاني مستنزف، يعني مستنزف يعني ما تكون الأم عايشة حياتها مع زوجها اللي المدمن. طب ما عندها هي هرون إيشوز، عندها مسائل اللي عم تشتغل عليهم وما يروضها من أفكار بتترك ما بتترك، طار بضلوا كرمال الأولاد. إذا عندها أكثر من ولد، ولدين أو ثلاثة، طفلين ثلاثة بالبيت، طيب كيف تلحق توجه وهي عم تلعب دور الأب والأم والأب موجود؟ وكيف إذا كان في نقص مادي واقتصادي من جراء الإدمان؟ قد لا يكون حسب نوع شغل الأب أو المدمن، لكن كيف فإذا عم نقول دكتور إنه خليني أقول لك هيك بين قوسين شغلة، أنه نحن الأهل أوقات ما نفكر أنه أولادنا ما بينتبهوا، أو أنه نحن مخبيين عليهم، أو أنه بحسسوك أنه هن مش دريانين أو عم بيلعبوا ملتهيين، بس هن بيكونوا الولد ذكي كتير بينتبه لأدق التفاصيل، بتكون عم بتأثر فيه بطريقة ما هو ما محسسك. صحيح؟ لأنه ما بيعبروا يعني. ايه ما بعبر. هلا طبعا بيكتشفوا بعدين ان الاب مدمن. بتعرفي انه بس خليني هيك اقول شيء على السريع، نعم. في بقى حدا متزوج من مدمنه او من مدمن على كحول او غير كحول، يعني هذه تنطبق على المخدرات كمان. أوكي. ولا تكتشف الزوجه او لا تكتشف الزوجه انه زوجها عنده ادمان غير لبعد سنتين من الزواج بالصدفه، لا تستوعب يعني. ايه واحد بيقول ولو كحول وريحه نفس معقول، لا مش تستوعب، لا تكتشف، يعني بيكون هو مخبي الأنانة الزوجات الفارغة أو الملل، يكون مخبي لا تكتشف. فلا طبعا اللي عنده إدمان على الكحول بيعرف كيف يغطي النفس بأكل معين في وصفات، واللي بتعطوا مخدرات نفس الشيء بيعرفوا كيف يخبوا. بقى ممكن يكتشف إدمان زوجته عن مخدرات بعد سنتين من الزواج. بقى هالقد في سرية هون، نرجع لسؤالك إنه ممكن الأولاد ما يكونوا عارفين. إيه، لأنه ممكن لعمر متقدم، مش متقدم يعني 20 و30، العمر متقدم يعني ل 12-13 سنة تكتشفوا انه البابا عنده ادمان على الكحول. صح. بيكونوا مفتكرين انه البابا بيشرب بشكل عادي، خاصة ايه ما هي لو واحد يستوعب انه هذا شرب عادي، اه لا هذا كل يوم عم بيشرب كل يوم. مزبوط، لانه يمكن يفتكروا انه حتى يحتكوا بالاخرين زملائهم واصدقائهم تيعرفوا انه اف البابا شربه غير معقول او خارج. صح. عن المألوف او المقبول. بنرجع بس كلمه اخيره عن الميستيكس، عن الاخطاء. ريبيتينج ميستيكس، بيعيدوا الاخطاء ذاتها لانه ما فيها التوجيه اللي كنت عم بحكي عنه. اوقات ما بيعرفوا انه اخطاوا، ولا ما يعرفوا انه اخطاوا، ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا بالموضوع، لذلك بيكون في اخطاء عم تكرر. نعم. بعد من قله التوجيه كنا عم نحكي عنها، قله ثقه بالاخرين.
لانه ما بيعرفوا العلاقات يعني الطبيعيه اللي كلنا بنعرفها، انه لما نكون عندنا اصدقاء ممكن حدا يخون الصداقه او لا يخون الصداقه. بتجي الماما او البابا بقول طبيعي انه لما يكون عندك اصدقاء انه ما كلهم يطلعوا على ذوقك وبيصير في بالاصدقاء خيانات يعني تفسير. اما بعمر السبع سنين خلينا ناخذ صغار يعني حتى ست سنين يختلفوا مع بعضهم، ما رح يقدر يستوعب المدمن على يعني واحد منا نحن اللي ما عنده ادمان وواعي يمكن لا. او بنعتبر حالنا واعيين على الامور، بنلاقي انه صعوبه بتوجيه اطفالنا كيف حدا عنده هالماده الغريبه عم بتفوت على دماغه يوميا بدها تخليه يقدر يركز ويوجه اطفال او مراهقين. دكتور بالاجمال يلي مدمن ما قادر مزبوط يوجه ولاده صح؟ يعني في ناس قادرين هذا الموضوع ما يأثر على أولادهم أو على عائلتهم يكون بس مأثر عليهم ولا صعبة؟ ما معقول أي شيء طارئ على أي شخص بالعائلة لا يؤثر على كافة أفراد العائلة. أوف. شو ما كان يكون حتى لو كان قلة مادية حاليا، يعني إن كان العائلة تنقول ميسورة وقدروا الأب والأم يخبوا يخلوا المسألة هذه سرية عن أولادهم سيشعرون بها، ولو ما عرفوا أنه صار في نكسة بالشغل تبع الماما أو بالشغل تبع البابا وأثرت علينا ماديا، بيتأثروا ما بيعرفوا ليه مأثرين يمكن من ناحية المادية. ومن نواحي أخرى نفس الشيء، يعني مولود جديد على العائلة بيأثر على ديناميكية العائلة وعلى تفاعل العائلة مع بعضها، وفقدان أحد أفراد العائلة ولو اغترابا للعمل ببلد آخر يؤثر على العائلة. بقى كيف إذا كان عم نحكي عن مادة سامة عم تدخل على دماغ والسيستم على جهاز أحد أفراد العائلة؟ بقى جوابا على سؤالك ما معقول ما تأثر، يمكن ما يعرفوا فيها والمدمن يمتاز بتخبئة هذا الموضوع إدمانه، لكن يعرفوا أنه في شيء ليس على ما يرام. نفس الوقت يكذبوا، لا تفضل ممكن يكونوا يكذبون حيث لا لزوم الكذب، يعني حتى لو ما خبوا هالمعلومة اللي عم يخبيها لو شاركنا فيها ما كانت أزت شيء، يعني ليش عم تخبيها؟ ما هو جزء من الكذب هو تخبئة معلومات أو عدم أعطاء معلومة كاملة، أو بس إنه الكذب من أجل الكذب لأنه بيكونوا بدون يحموا نفسهم. نعم. بتكروا إذا أنا قلت هيك يمكن ليه كلمة حماية هون ضرورية بيحموا نفسهم، إنه مش بدك تحمي حالك لأنه ما كان في حدا يحميه. من ميزة الأهل هي to protect our children، بدنا ندافع أو نحمي أولادنا نحيطهم يعني. طب كيف تلحق الماما واحدة أو البابا وحده؟ هلا كمان هون خليني انا هذا دكتور اذا الاولاد ما طلعوا مدمنين، يعني لانه الولد بالنسبه نحكي اخر شيء عن الموضوع هذا مزبوط، بس بحكي انا عن الحمايه لانه حدا يكون عم يسمع بقول طيب تعتبر زوجها ميت شو كانت عملت الزوجه، او هو يعتبر زوجته ميته شو كان عمل؟ لا في فرق، تفرق كثير، في فرق، لانه انا زوجي ميت وانا الام عم برعى اولادي، وعم نحكي عن عنصر الحمايه هلا بروتكتيفنس للاولاد. عارف حالي وحده ما حامل هم عكتافي قاعد نبيلي 24 ساعة. بقى بنرجع مثل ما أول بديت الحديث إنه مشغولة بزوجة والخلافات مع زوجة وحالته النفسية وما ينتج عنها من اكتئاب، لأنه اللي بيشرب بيفتكر واحد شربنا وزهزهنا نقول getting tipsy، إنه لا هيدي بالأحوال العادية لما حدا يشرب وشوي يزيد بيصير يمكن مزاجه، لكن اللي عنده depression عنده اكتئاب الكحول تزيده اكتئابا. نعم. حدا مدمن على الكحول يزيدوا اكتئابا، يعني هن بيشربوا كحول بلكي لا يهربوا او لحتى يصيروا لا لاند مبسوطين، الكحول بتزيد اكتئاب ممكن بعد اول كيس او كيسين، لكن بعدين مهما كان بعدين بصير لما الواحد يكون كل يوم عم بيطلع بقنينة زجاجة ويسكي تنقول هيدي هروب، تاني خلينا نحكي ويسكي في بودكا وكل شيء بس انا نحكي ويسكي. نعم. هيدي قنينة ما بتأثر معه، يعني هيدي ماشي بيفوت بالتاني لحتى إيه، بس ما فينا نقول ما أثرت معه، بقصد ما ضربت بدماغه مش ما أثرت على سلوكه. أيه. خلص لما يطلع بأكثر من المعهود اللي كلنا بنعرفه، يعني يفوت بحث الاثنين تبع الشرب إنه اليومي، معناتها ضغط على الزر، أي زر؟ على زر توقفت أن أكون أبا، توقفت أن أكون زوجا، هلأ تعطلت، معناتها أنا أداوم كزوج أو كأب
ربما ساعة أو ساعتين خلال 24 ساعة مختفي ولا أكون فعالا بدوري. نعم كأب. نعم دكتور عندي بعد إيه دكتور الموضوع كتير مهم، ما بعرف إذا عبالك نكفيه بس عندي 30 ثانية لازم أختم. نختم بأنه في مجال كتير كمان مثل ما حدا من تنقول في شبان ربيوا بهيك بيئة، واحد منهم بيطلع ما بيدقى الكحول ابدا لانه شكله حالي بتذكره بكل طفولته والبيئه اللي عايش فيها، وحدا تاني بيطلع نسخه طبق الاصل عن الوالد ويكون ربما قد يكون مدمنا. بقى لا باس عند يبلش واحد اذا قدر انه انا هاتي اطلع عندي حاله الادمان تبع بيي ما عم بقدر احط حدود لحالي، انه شفت نموذج قدامك بيك ثلاث سنوات ابدا بالعلاج الان. نعم نعم دكتور رائد بدي اتشكرك، موضوعنا كان كتير كتير مهم لانه ياما في بيوت فيها هيدي المشكله وبلكي كتار ما بيعرفوا قد ايه تداعياتها سيئه على الاولاد. بتشكرك، نلتقي انا وانت الاسبوع المقبل هلا.